هاي بنات، اليوم حبيت اعملكم ميك اب كتير مختلف من عرض ازياء نانات لنيويورك فاشن ويك. هذا الميك اب بيتميز بالايلاينر يلي جاي على جليتر ومايل شوي للون الابيض. تعالوا نشوف الخطوات تنشوف كيف بينعمل هذا الميك اب باسرع طريقه ممكنه. رح نبلش اول خطوه بالكونسيلر. انا اخترت كونسيلر لاتوش ماجيك من لوريال، رح حطه على شكل V تتضوي هيدي المنطقة، ورح حط كمان حد المنخار وحد التم. بريشة سيفورا رقمها 47 رح مد الكونسيلر. فيكن تمدوا الكونسيلر كمان بواسطة الإبونج أو بإيدكن، أنتو فيكن تختاروا الطريقة الأهون. من بعد الكونسيلر صار وقت الفاونديشن. كمان اخترت فاونديشن من لوريال، هيدا هو لونه بيناسب لون بشرتي، ورح حطه بنفس الريشة. من بعد ما أكون مديته رح أخد ريشة H&M واستعمل هيدي البارتي حتى أقدر أمزج الفاونديشن. تثبت اللون وخليه ما يلمع لأطول فترة ممكنة، رح حط الباودر من لوريال لونه فاتح لأنه الموديل كمان كانت بشرتها كتير فاتحة. رح ركز تحت العين حتى شيل كل الخطوط يلي بيسببها الكونسيلر على الخدود، خاصة على المنخار والدقن والجبين تيزون. فيكن تنزلوا شوي كمان للرقبة حتى يكون اللون متجانس مع لون الرقبة. إذا لاحظتوا بالميك أب تبع نانات يلي انعرض بنيويورك فاشن ويك، ركزوا كتير على فوق العيون وأكتر شي على اللون الأبيض. أنا رح حط اللون الأبيض ورح زيد كمان لون فضي حتى يكون اللوك شوي غريب، لأنه بعتقد أنه مش كل الصبايا رح تحب تحط لون أبيض وتظهر فيه بالنهار. رح نبلش بالقلم الأبيض من لوريال ونرسم خط كأنه آيلاينر. ونمد الخط لبرا. ورح نرجع نعمل نفس الخط من تحت، نركز بأول العين ونمد الخط بطريقة باراليل للخط الفوقاني. هيك صار عنا خطين باراليل. من بعد ما نخلص اللون الأبيض رح نحط الجليتر. أنا عندي هيدا الأيلاينر، هيدا الأيلاينر لونه بلو مثل ما شايفينه، بس هو بيعطي سيلفر على العين. هو من ماركة ماجيك، يمكن منا كتير معروفة، فيكم تنقوا حيلا لون من حيلا براند تانية. ورح بلش حطه فوق اللون الأبيض. الخط بالآخر لازم يكون رفيع. بيرجع من قدام
ورح نحط كمان آي لاينر من تحت. أهم شي تنتبهوا إنه العينتين يكونوا مثل بعضهم، مشان هيك رح طول شوي الخط. إذا حابة الأيلاينر يكون أبيض مثل الصورة اللي شفتوها، فيكم تتوقفوا عند ستيب لما منحط القلم الأبيض. أما إذا حبيتوا إنه يكون شوي مختلف، فيكم تحطوا من هيدا الجليتر مثل ما أنا عملت. هلأ صار دور اللون البيج من ساموا، رح نحطه بقلب العين. حتى تضوي العين وتبين أكبر. من بعد ما نخلص صار دور الرموش. كمان الموديل حطت رموش من فوق ومن تحت، نحن رح نحط رموش بس من فوق، من تحت رح نكتفي إنه نستعمل الماسكارا، لأنه ما بعتقد حدا رح يتقبل يحط رموش ويظهر فيها بنهار أو يروح يعمل حياة لزيارة. رح ناخد رمش كامل من أندريا، وهيدي الطولة اللي فرجيتكن عليها من قبل. رح نحط الرمش بقلبها مثل ما شايفين، ونحط الزيق هون. ما بدنا نكتر الزيق كرمال ينشف وما ينزل لتحت العين ويلزقوا الرموش. سو رح اخد كمان الزيق من أندريا وحطه على طرف الرمش. بنصحكم انكم تجيبوا تلزيق لون جري او اسود، مش التلزيق الابيض يلي موجود بالمحلات، لانه رح يضل مبين ورح تلاقوا كتير صعوبة انكم تقدروا تغطوه. من بعد ما يكون نطرنا شوي بس حتى التلزيق شوي نشيف، صار وقت نحطه على العيون. أهم شي تركزوا بالنص وين بتكون تحطوه وتبلشوا تثبتوه. فيكم من بعدها كمان تفتحوها وتكبسوا الرموش الاصطناعية بالرموش الطبيعية. هلأ من قدام أنا بفضل دايماً إنه استعمل الملقط حتى أقدر ركز الرمش كتير منيح. من بعد ما تكونوا ثبتوا الرموش، فيكن تتأكدوا إذا الأيلاينر بده رتوش، لأنه يمكن التلزيق يجي شوي على الأيلاينر مثل ما أنا صار معي. فرح أرجع أخذ الأيلاينر الفضي وغطي مطرح ما شفت انه التلزيق اجى عليه. رح ارجع كمان قوي اللون بالعين الثانية. وهلا صار دور الماسكارا. انا رح استعمل ماسكارا سان جيرمان، هي المفضلة عندي وانا كتير بحبها لانه بتطول لي الرموش. رح حط على رموشي الطبيعية وجرب ادمجهم قد ما فيي بالرمش الاصطناعي. بس تحطوا رموش، اهم شي انكم تحطوا ماسكارا على رموش من قدام. السبب هو تما يبين للعالم انه انتم حاطين رمش اصطناعي، او انه حتى لو بين ما يبين كتير غلط من قدام. مشان هيك رح حط بالاول شوي ماسكارا على رموشي الصغار تيبينوا متدرجين، يعني من القصير للطويل. كمان رح نحط شوي من الماسكارا على الرمش من تحت، لأنه بيعرض أزياء نانات كانوا كل العارضات حاطين ماسكارا من تحت، هن بالأحرى كانوا حاطين رموش بس الرموش كتير طويلين وما بعتقد حدا رح يتقبل يحطهم. هلا رح علم حواجبي.
رح استعين بريشة ماك المشطوبة والصغيرة واخد لون بني غامق كتير ميل للأسود. تعلم هيدا الطرف لأنه إذا بتلاحظوا دايماً إنه أنا عندي هون بحاجبي كتير خفيف وعملت له تاتو بس حط فاونديشن بيتغطى، مشان هيك رح أعلم بالآخر بلون غامق شوي. أهم شي هيدي البارتي، انتو فيكم ما تعملوا هيدي الطريقة، تكتفوا انكم تعبوا الفراغات تبع حواجبكم. ورح مرق الريشة من تحت، من فوق ما بدي احط ابدا من هيدا اللون. رح ارجع مسح الريشة كتير منيح واخد لون بني مثل لون شعرة حواجبي وعلم الفراغات بالنص ومن فوق. هلا صار دور البلاش، كمان اخذ دالي وراح احط منها على خدودي لونها برونز وفيها لمعه كتير حلوه للكاميرا، لانه كمان بعرض ازياء نعنات البلاش كان اذا بتلاحظوا بالصوره منه كتير غامق. حتى منو حاطين هايلايتر ولا عاملين كونتورينج سو ما رح نعمل هيدا الشيء. أما الحمرة فكانت كتير ناعمة وشوي ميلة لروزي، رح أختار من علبة سيفورا لون روزي وحطه على الشفاف. هلأ بعتقد شوي اللون طلع قوي، بس رح خليه تفرجيكم انه اذا حطيتوا حمرة وما حبيتوها او حسيتوها قوية كيف فيكم تخففوها. اول خطوة هي رح تاخدوا كلينكس وتطبعوها عشفافكم بهالطريقة، بتبلش يروح من اللون. بتروح الحمرة بس بدال فيه الافيه الخفيف تبعها. من بعدها رح حط لون كتير ناتشورال وفاتح بما انه انا بدي البيبي روز، فرح ارجع اخد الريشة نظفها كتير منيح واخد لون زهرة فاتح. هيدا كان الميك اب، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اذا عندكم اي اقتراح لمكياج جديد بدكم انه اعمله، ما لكم الا تكتبولي بخانة التعليقات، وفيكم كمان تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي لتحضروا كل الفيديوز الخاصة بعالم الميك اب، وما تنسوا تتواصلوا معي على فيسبوك تويتر وانستغرام. بشوفكم بفيديو جديد، باي.